توفيق يقوم بعملية تقشير إطارة ديال العسل في انتظار الفرز ديالها في الفراز. كما كتلاحظوا العملية كتمر في إطار احترام الشروط السلامة الصحية. كتشوفوا تبارك الله المعدات كلها من الإنوكس، كل شيء نقي وشي نظيف وشي كيمر في شروط السلامة الصحية. هانتوما كتلاحظوا كيتخزن العسل، هاهوما هادو تبارك الله راه عامرين بالعسل، الخير موجود تبارك الله. ولو أن كما قلت لكم ليس بالكمية اللي كنا كنبغيو، داك الطوناج اللي كنا كنبغيو، ولكن الكمية قليلة ولكن الجودة مضمونة وعالية، وهذا هو المهم والحمد لله. انتم كتشاهدوا الأخ توفيق هو عملية التقشير، هو الفراز من الإنوكس. كنفرزو بهذا الفراز اليدوي للحفاظ على الإطارات. هنا الفراز الكهربائي كتكون فيه واحد كيدير واحد السرعه، بعد الخطر كيهرس لنا الاطارات، وحنا كنبداو كنخدموا الشغل ديالنا بشويه بشويه علينا بكل اريحيه بكل سلاسه، اللي كتضمن الحفاظ على الاطارات واستخراج العسل بكل سهوله. كما كتشاهدوا الاخ توفيق خدام الحمد لله. أشفعنا الله وإياكم بهذه البركة، والسلام عليكم. هاي أين البسكوت؟ هل هذا عمر دابا انت عمر انا فوق، لا تفرح، ما تدورهاش ولا تدور الله.